السلام عليكم ورحمة الله. شباب تاني ثانوي، أخباركم إيه؟ ربطكم بخير إن شاء الله. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن المانومتر. طبعا ده آخر أبلكيشن عندنا اللي هو بيعتمد على الكونسبت بتاع إن البريشر بيبقى إيكوال عند كل البوينتس at the same horizontal level in the same static liquid، في نفس الليكويد. لو أنا عندي two points في نفس الهوريزونتال بلين، التو بوينتس دول عندهم نفس البريشر. طيب كنا احنا خدنا الكونكتد فيسلز والبارومتر واليو شيبد تيوب. طب المانومتر ده عباره عن ايه؟ المانومتر ده بالظبط عباره عن يو شيبد تيوب متوصله بناحيه ب تانك فيه جاز معين عايز احسب الضغط بتاعه، والناحيه الثانيه سايبها مفتوحه متعرضه للاتموسفير بريشر. طب تعالى كده نشوف واحده واحده. يعني هو عباره عن ايه؟ يو شيبد تيوب عاديه، اهي يو شيبد تيوب ماشي. طيب خلي بس ايه دي عشان الناس ما تتلخبطش. طيب الطرف ده وصلته بجاز، انبوبه اكسجين بقى، كاوتش عربيه، بالونه فيها جاز محبوس، فيها غاز محبوس، تمام، وصلته بالطرف ده، والطرف الثاني سايبه متعرض لل بي اي او الاتموسفيريك بريشر بس كده. لا طبعا استخدمت هنا ليكويد، وليكن مثلا استخدم الميركري. المانومتر على فكره في نوعين من المانومتر، في ميركري مانومتر وفي ووتر مانومتر. طب الفرق ما بينهم ايه وليه بستخدم الووتر وليه بستخدم الميركري؟ هنقول الكلام ده في اخر الايه، في اخر الشرح. لكن تعال نشوف الاول لو انا استخدمت ميركري. لو انا استخدمت ميركري وتخيل ان الجاز الضغط بتاعه البي جاز هنا كان بيساوي الاتموسفيرك بريشر، يعني هما الاثنين قد بعض، وانا حاطط ميركري هنا، هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الميركري هيبقى ايكوال في التو سايدز عندي. هتلاقي انا معلش برضو ايه دي ما عملتهاش قدها بالظبط، يعني هتلاقي ان الليفل بتاع الميركري بيبقى في نفس او بيبقى ايه بيبقى واصل لنفس الليفل في التو سايدز، بحيث ان البريشر هنا هيساوي ايه؟ هيساوي البريشر هنا. طيب وانا لسه قايل الكونسبت اللي بتعتمد عليه المانومتر ان البوينتس اللي بتقع في نفس او اللي موجوده في نفس الهوريزونتال بلين وفي نفس الليكويد they have the same pressure. يبقى البوينت دي والبوينت دي مش في نفس الليكويد؟ ايوه. وفي نفس الهوريزونتال بلين؟ ايوه. يبقى البريشر هنا ايكوال البريشر هنا. طب مين اللي بيأثر على البوينت دي؟ البريشر بتاع الجاز ده، يبقى البي جاز. ومين اللي بيأثر على البوينت دي؟ الاتموسفيريك ايه؟ بريشر. يبقى هنا في الحاله دي البي جاز بيساوي ايه؟ بيساوي البي اي او الاتموسفيريك بريشر. لما تلاقي الليكويد بيبقى في نفس الليفل في التو سايدز. طيب افرض بقى الكيس الثانيه، لو الجاز ده الضغط بتاعه اعلى من الاتموسفيريك بريشر، حاجه مضغوطه، تمام، حاجه مضغوطه جوه الايه الانبوبه دي او التانك ده او وات ايفر، ممكن تكون جايب كاوتش عربيه، بالونه، انبوبه اكسجين، اي حاجه فيها غاز مضغوط والضغط جواها اعلى من الاتموسفيريك بريشر، الضغط جواها اعلى من الاتموسفيريك بريشر، ايه اللي هيحصل؟ تخيل كده معايا، هتلاقي الغاز ده بيزق الايه الليكويد ده، فيزق هنا، ايه اللي هيحصل له؟ هيطلع الناحيه الثانيه. يبقى تعالى كده تخيل ان لو الجاز اللي هنا الضغط بتاعه او الضغط بتاع الجاز ده اعلى من الاتموسفيريك بريشر، ايه اللي هيحصل؟ في الحالة دي بقى لو الجاز اللي هنا البريشر بتاع الجاز ده أعلى من الأتموسفيريك بريشر، هتلاقي الجاز هنا هيزق الليكويد ده، بص هيزق الليكويد ده كده، فإيه اللي هيحصل للليكويد؟ هينزل، فإيه اللي هيحصل للليكويد؟
هينزل في السايد بتاع الجاز ويطلع في السايد اللي متعرض للاتموسفيريك بريشر. هتلاقيه نازل هنا كده، وهتلاقيه في الناحيه الثانيه هيطلع لليفل معين. طيب تعالى بقى، ايه احنا كنا بنعمل ايه في اليو شيبد تيوب؟ كنا بناخد لاين كده بحيث ان اللاين ده يعدي على تو بوينتس ليهم نفس الهوريزونت، او هما الاثنين في نفس الهوريزونتال بلين وفي نفس الليكويد، بحيث اقدر احدد البريشر هنا بكام والبريشر هنا بكام. طيب تعالى ما نشوف هو مين اللي بيأثر على البوينت دي. الاتموسفير، سوري، البريشر بتاع الجاز. ومين اللي بيأثر على البوينت دي؟ هتقول لي حاجتين، ايه هما؟ البريشر بتاع الليكويد كولن ده، واحنا فاكرين لما يكون عندي كولن اوف ليكويد البريشر بتاعه كنت بجيبه ازاي؟ كنت بقول ممكن اجيبه عن طريق رو جي اتش، فاكرين الكلام ده؟ البريشر هنا عند البوينت دي بيساوي رو جي اتش بتاع الليكويد ده، رو جي اتش بلس مين؟ بلس الاتموسفيريك بريشر. يعني انا هنا بشتغل على حسب ايه؟ على حسب اللي هو مدهولي. يبقى البريشر هنا بتاثر بحاجتين، البريشر بتاع الليكويد ده والاتموسفيريك بريشر. تمام. طب حتى ايه اكتبها تحتها علشان ايه؟ طيب البوينت دي بيأثر عليها البريشر بتاع الجاز، والبوينت دي بيأثر عليها البريشر بتاع الليكويد اللي هو ايه؟ رو جي اتش بلس ايه؟ بلس البي ايه؟ طيب وانت مش عندك التو بوينتس دول في نفس الليكويد؟ ايوه. وفي نفس الهوريزونتال بلين؟ ايوه. يبقى البريشر عند البوينت دي بيساوي البريشر عند البوينت دي. طيب البريشر عند البوينت دي اللي هو مين؟ البريشر بتاع الجاز. والبريشر اللي عند البوينت دي اللي هو مين؟ اللي هو رو جي اتش بلس بي اي. ده كده بمنتهى البساطه وبمنتهى السهوله. تمام؟ يبقى انا بشتغل اكوردنج لايه؟ اكوردنج للشيب اللي عندي، اكوردنج للحاله اللي عندي. يبقى انا مش هحفظ حاجه، يعني هي مش هحفظ لو هنا الليكويد هنا اعلى ولا لا، هنا بديهي كده. لو البريشر هنا اعلى هيزق الليكويد ويطلع في الناحيه الثانيه. فهتلاقي الهايت هنا في السايد اللي متعرض للاتموسفيريك بريشر هتلاقيه اعلى طبعا من السايد ده. طب تعالى بقى نشوف العكس. تعالى اما نشوف لو البريشر اللي جوه الجاز اقل. تعالى كده نرجع للحاله الاولانيه. لو البريشر اللي جوه الجاز ده اقل من الاتموسفيريك بريشر، او يعني in other words ان البريشر بتاع الاتموسفيريك بريشر اعلى من الايه؟ من البريشر بتاع الجاز ده، ايه اللي هيحصل؟ هيزق الليكويد ده هنا بحيث ان الليفل بتاع الليكويد هنا ينزل فيطلع فين؟ في الناحيه الثانيه. هيبقى بالشكل ده. تعالوا كده نرسمها. هيبقى بالشكل ده. طيب انا هنا قلت ايه في الحاله الثالثه دي؟ ان البريشر بتاع الجاز اقل من ايه؟ من الاتموسفيريك بريشر. او الاتموسفيريك بريشر اعلى، فهيزق الليكويد لتحت. هيزق الليكويد هنا ويطلع الناحيه الثانيه. فالليكويد هنا ايه؟ هيطلع هنا في السايد ده هيبقى اعلى من السايد ده، ممكن في السايد مثلا يوصل هنا والسايد ده يعلى هنا. طيب ناخد اللاين بتاعنا بحيث نحدد تو بوينتس ليهم نفس او عين على نفس الهوريزونتال بلين، فاكيد التو بوينتس دول هيبقى عندهم نفس البريشر. طيب مين اللي بيأثر على البوينت دي؟ البريشر مين البريشر هنا على البوينت دي؟ مفيش غيره، الاتموسفيريك بريشر بس. طيب على البوينت دي مين اللي بيأثر عندي؟ والله بتأثر بضغطين، الضغط بتاع الليكويد كولن ده اللي هو رو جي اتش بلس، مش الجاز ده ليه ضغط؟ بلس الضغط بتاع الجاز اللي هو ايه؟ البي جاز. طيب فانا عندي النقطتين دول على نفس الهوريزونتال بلين وفي نفس الليكويد، فاقدر اقول ايه؟ فاقدر اقول ان البريشر هنا بيساوي البريشر هنا. طب مين اللي بيأثر على البوينت دي؟ او مين البريشر هنا اللي انا كاتبه ده اللي هو ايه؟ رو جي اتش بلس بي
جاهز بيساوي الضغط عند النقطه دي. طب الضغط عند النقطه دي اللي هو مين؟ الاتموسفيريك بريشر بس، ده بمنتهى البساطه وبمنتهى السهوله. طيب لو انا عايز الدي جاز لوحده، دي ايكويشن بقى عاديه، دي هروح الناحيه الثانيه بالايه؟ بالنيجاتيف. يبقى انت هنا لو عايز البريشر بتاع الجاز يبقى البي جاز ايكوال ايه؟ ايكوال البي ايه زي ما هو، دي بالبوزيتيف هتروح الناحيه الثانيه ايه؟ بالنيجاتيف. نيجاتيف ايه؟ رو جي اتش. يبقى البريشر بتاع الجاز هنا بيساوي ايه؟ الاتموسفيريك بريشر ماينس الايه؟ الرو جي اتش، او ماينس الايه؟ اللي هو الضغط بتاع الليكويد كولن. طيب في حاجه تانية مهمه جدا عايز اتكلم عنها، ايه هي؟ البريشر ديفرنس. البريشر ديفرنس او الديفرنس ان بريشر. يعني ايه الديفرنس ان بريشر؟ يعني البريشر بتاع الجاز اعلى من الاتموسفيريك بريشر بقد ايه او اقل منه بقد ايه بس. او ممكن اقولها بصيغه تانية، البريشر ديفرنس ده معناه البريشر بتاع الجاز ماينس الاتموسفيريك بريشر. انا في حاجه تانية عايز اجيبها اللي هي الدلتا بي، واحنا دلتا دي قلنا معناها ديفرنس، تمام؟ يبقى الديفرنس ان بريشر هنا معناها ايه؟ معناها البريشر بتاع الجاز ماينس الايه؟ ماينس الاتموسفيريك بريشر. طب هنا هما الاثنين في الكيس دي بيساووا بعض، فهنا الديفرنس ان بريشر ايكوال كام؟ ايكوال زيرو. يبقى امتى الديفرنس ان بريشر ايكوال زيرو في المانومتر؟ وين ذا بريشر اوف ذا جاز انسايد ذا تانك ايكوال زي ايكوال ذا اتموسفيريك بريشر. طيب في الحاله دي مين هنا اكبر من الثاني بريشر بتاع الجاز؟ طيب انا عايز اجيب الديفرنس ان بريشر. ديفرنس ان بريشر ايكوال ايه؟ البريشر بتاع الجاز ماينس الاتموسفيريك بريشر. طيب يبقى الدلتا بي او الاتموسفيريك بريشر ايكوال ايه؟ بص كده تعال نشوف من الرول ده. لو انت عملت ده ماينس ده، يعني ده اكنه هيروح الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، اكن دي هتروح الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، مين اللي هيبقى عندك؟ رو جي اتش. بص كده تعالى كده نتخيلها كده او اعملها لكم كده على جنب وانساها تاني. يبقى الكلام ده بتاع دي عشان بس محدش يتلخبط، البي جاز ماي ايكوال رو جي اتش بلس بي اي، دي هتروح الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، دي هتروح كده بالنيجاتيف، يبقى البي جاز ماينس البي اي ايكوال مين؟ مين اللي بقى عندي؟ رو جي اتش، الساين بتاعتها بالبوزيتيف عادي. يبقى هنا الدلتا بي او الديفرنس ان بريشر في حاله لو البريشر بتاع الجاز اكبر من الاتموسفيريك بريشر هيساوي مين بس؟ هيساوي الرو جي اتش. طيب نمسح دي بقى كده عشان ما تلخبطش. طيب في اخر حاله عندي، لو الاتموسفيريك بريشر اكبر من الجاز او اكبر من البريشر بتاع الجاز، والله انا عندي القانون اللي انت لسه قايله لي ان الديفرنس ان بريشر ايكوال البريشر بتاع الجاز ماينس الاتموسفيريك بريشر. ولعلمك الديفرنس ان بريشر دي معناها ايه؟ معناها الفرق في الضغط، يعني هما الاثنين في فرق ما بينهم قد ايه؟ يعني البريشر بتاع الجاز ده اكبر او اقل من الاتموسفيريك بريشر بقد ايه؟ طيب لو انت هتعمل الاتموسفيريك بريشر ده، سوري، البريشر بتاع الجاز ماينس البي اي، تعالى كده نعملها في ايكويشن، او بص تعالى كده اهي الايكويشن جاهزه، مش انت قلت لي هنا البريشر بتاع الجاز ايكوال بي اي ماينس رو جي اتش؟ طيب لو انت هتودي دي الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، يبقى البي جاز زي ما هي هتودي دي بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف بي اي، مين اللي هتبقى عندك؟ نيجاتيف رو جي اتش. نيجاتيف رو جي اتش. يبقى الدلتا بي هنا في حالة الكلام ده تبع الحالة دي، تبع ان البريشر بتاع الجاز اقل من الاتموسفيريك بريشر. في حالة لو الجاز ده البريشر بتاعه اقل من الاتموسفيريك بريشر، يبقى الدلتا بي او الديفرنس ان بريشر هنا ايكوال ايه؟ ايكوال نيجاتيف رو جي اتش. طيب ده كده بمنتهى البساطة. طيب في الحالة دي البريشر اللي انا هحسبه هنا اليونت بتاعته هتبقى ايه؟ هتبقى بالنيوتن بير متر باور 2 اور باسكال، صح؟
لما كان بيبقى عندي البريشر في الحاله دي كنت بجيب او لما بستخدمه بالرول ده اللي هو رو جي اتش، اليونت بتاعتي بتبقى نيوتن بير متر باور تو او باسكال. طيب لو انا عايز احولها لسنتيمتر اتش جي، سنتيمتر مركري او مركري سنتيمتر، هعمل ايه؟ لو انت استخدمت البريشر ده بسنتيمتر اتش جي او سنتيمتر مركري، ده بسنتيمتر مركري وده بسنتيمتر مركري، هتلاقي ان الديفرنس في البريشر ايكوال مين؟ ايكوال الهايت ده بس. ايكوال الهايت ده بالسنتيمتر اتش جي. يبقى انت لو هتستخدم اليونت بسنتيمتر اتش جي يبقى هتلاقي البريشر ديفرنس هنا هيبقى ايكوال مين؟ ايكوال الهايت في السايد ده. وطبعا اليونت هتبقى ايه؟ اليونت هنا تبقى سنتيمتر اتش جي. وهي برضه نفس الكلام، لو هتستخدم اليونت سنتيمتر اتش جي يبقى الديفرنس ان بريشر ايكوال ايه؟ ايكوال نيجاتيف الهايت ده، سوري نيجاتيف ايه؟ الهايت ده طبعا سنتيمتر اتش جي. النيجاتيف دي احنا قلنا مينز ايه؟ مينز ان البريشر انسايد ذا تانك ليس ذان ذا اتموسفيريك بريشر. هتكلم بس عن اخر بوينت، انت استخدم الووتر، خليكم معايا همسح البورد ونتكلم عليه. طيب في بوينت مهمه كده عايز اقولها بالمسح، ان انا افترضت في الكيس دي او في الثري كيسز دول ان الليكويد اللي انا بستخدمه هنا ايه؟ ميركري، بحيث ان البريشر ديفرنس هنا ايكوال الهايت. الهايت هنا مقصود بايه؟ مش اي هايت بتاع اي ليكويد وخلاص، لا الهايت بتاع الميركري اللي هو على اساس اللي انا فيه عندي يونت بقيس بيها البريشر اللي هي سنتيمتر ميركري. يبقى انا لو استخدمت ووتر ما اقدرش استخدم ايه؟ ما اقدرش اقول ان الديفرنس ان بريشر هنا ايكوال الهايت، لا ابدا. يبقى هنا سواء دي او دي استخدمها بس في حاله اللي انا لو عندي الليكويد اللي انا بستخدمه ميركري بس. على اساس هعيد تاني، على اساس ان اليونت بتاعتي اللي هي سنتيمتر ميركري دي اليونت اللي انا بستخدمها علشان اقيس البريشر. ما فيش حاجه اسمها سنتيمتر ووتر او سنتيمتر اويل مثلا، تمام؟ عشان اقدر احاول بسهوله. لكن مفيش حاجه اسمها، مفيش يونت خدناها اسمها سنتيمتر ووتر مثلا، تمام؟ اخر بوينت بقى هتكلم عنها، امتى استخدم ووتر وامتى استخدم ميركري. والله انت هنا واضح ان الديفرنس ما بين الجاز والاتموسفيريك بريشر، هنا قلنا الاتموسفيريك بريشر ديفرنس، او سوري مش اتموسفيريك بريشر ديفرنس، البريشر ديفرنس او فرق الضغط ما بين التو جازز دول، ما بين الاتموسفيريك بريشر والجاز ده، هو عباره عن ايه؟ عباره عن الرو جي اتش او الضغط بتاع الكولم ده، او الهايت بتاع الكولم ده لو انا اليونت بتاعتي سنتيمتر اتش جي. كلام جميل. لكن احنا لو تفتكر معايا كده، فاكر الدنسيتي بتاع الميركري كان بكام؟ ب 13600 كيلو جرام بير كيوبيك متر. طب الدنسيتي بتاعت الووتر كانت بكام؟ كانت ب 1000 بس، 1000 كيلو جرام بير كيوبيك متر. طيب الكلام ده ايه فايدته؟ احنا كنا خدنا ان الريليشن ما بين الدنسيتي والهايت انفرس ريليشن، يعني بالفهلوه كده بالبلدي كده، لو انا عندي سائل الدنسيتي بتاعته تقيله فهتلاقي الهايت بتاعه هيبقى صغير، تمام؟ لكن العكس لو استبدلت، يعني مثلا لو الدنسيتي كل ما الدنسيتي بتزيد الهايت بيقل والعكس، لكن لو الدنسيتي قليله الهايت ايه؟ هيزيد، تمام؟ طيب نفترض مثلا ان الجاز ده ضغطه عالي قوي واستخدمت الووتر، طبعا الووتر اللي هيحصل لها هتلاقي الهايت بتاعها هيزيد قوي، ممكن يزيد زياده عن اللزوم فيخرج بره الانبوبه دي. يبقى انا لو عندي الجاز ده اكبر بكتير من الاتموسفيريك بريشر، يعني في الحاله دي الديفرنت بريشر كبير، اللي هيحصل لو انا مستخدم سائل الدنسيتي بتاعته قليله الهايت هيزيد زياده عن اللزوم فيخرج بره الانبوبه. طب لو العكس، يعني لو ده اقل بكتير من الاتموسفيريك بريشر، بص ايه اللي هيحصل؟ لو ده اقل كتير من الاتموسفيريك بريشر، الاتموسفيريك بريشر هيزق السائل بحيث ان هو ايه؟ يتحرك يتحرك يتحرك، وممكن يخش جوه ايه؟ جوه التانك، فانا كده بوظت الدنيا مش هعرف احسب حاجه. يبقى هنا بقى لو الديفرنس في البريشر كبير قوي ما اقدرش استخدم الووتر. ليه؟
علشان الدنسيتي بتاعتها قليله فالهايت هيبقى كبير قوي، فيا اما هيخش جوه التانك لو الاتموسفيريك بريشر اعلى من البريشر اللي جوه التانك او اعلى من البريشر اللي في الجاز اللي جوه، او العكس لو البريشر بتاع الجاز ده اعلى من الاتموسفيريك بريشر هتلاقي الوتر ايه طلعت لفوق. لا تمام. طب في الحاله دي بقى انا بعمل ايه؟ لو الديفرنس في البريشر كبير قوي بستخدم ليكويد الدنسيتي بتاعته تقيله قوي زي الميركوري، بحيث ان الارتفاع بتاعه سواء هنا او هنا يبقى قليل، بحيث ما يطلعش جوه ايه لا يطلع جوه هنا ولا يخرج بره، يبقى تقيل، بحيث مثلا لو الجاز ضغطه كبير قوي هيزقه بالعافيه، فتلاقي الهايت ايه يزيد زياده معينه اقدر ايه احددها بسهوله. تمام. ده الكلام ده لو الضغط اللي جوه اعلى من الاتموسفيريك بريشر بقيمه كبيره، يعني الديفرنس في البريشر كبير، او العكس، او لو يعني الاتموسفيريك بريشر اعلى من البريشر اللي جوه. طيب افرض بقى الديفرنس في البريشر قليل، تعالى كده نتخيلها. لو الديفرنس في البريشر قليل وانا استخدمت ميركوري هنشوف هينفع ولا لا. ده جاز اهو وده الاتموسفيريك بريشر بتاعي. انا قلت هستخدم ميركوري مع ان البريشر بتاع الجاز اللي جوه اكبر من الاتموسفيريك بريشر بس بحاجه بسيطه قوي. ايه اللي هيحصل؟ يعني مثلا تعالى كده نتخيل ان هما كانوا ايكوال الاول، كنت هتلاقي ان ايه التو ليكويدز هيبقوا ات ذا سيم هوريزونتال بلين. طب لو ده اكبر شويه هيزق ايه؟ هيزق الليكويد ده بحاجه بسيطه قوي وليكن مثلا الفاليو دي، فتطلع هنا الناحيه الثانيه بفاليو معين. طبعا انا هنا كده بالنسبه لي كمستوى الرؤيه مش هقدر احدد الهايت هنا اكيوريتلي بدقه، فيحصل هنا ايرور ان ميجرمنت. فاكرين الايرور ان ميجرمنت اللي احنا خدناه في اولى ثانوي؟ هيحصل خطا في القياس، بحيث ان هنا السكيل عندي التدريج عندي بتاع اللي موجود عندي او حتى لو انا هقيسه باي حاجه هيبقى صعب ان انا اقيسه، هيحصل ايرور ان ميجرمنت. فلو انا عندي الديفرنس في البريشر هنا قليل قوي بستخدم ايه بقى؟ بستخدم الميه. ليه اللي استخدم الميه؟ تعالى كده بقى نشوف. استخدم الميه بحيث ان كل ما الدنستي بتاعت الايه بتاعت الليكويد بتقل الهايت بيزيد. يعني هنا لو الدنستي في حاله الميه قلت الهايت ايه؟ الهايت هيزيد. تعالى كده لو الجاز ده اعلى من الاتموسفيريك بريشر بحاجه بسيطه، لو البريشر بتاع الجاز ده اعلى من الاتموسفيريك بريشر بحاجه بسيطه. فاكرين في حاله الميركوري الضغط بتاعه كان ضعيف، ما كانش قوي قوي، يعني كان اكبر من ده بحاجه بسيطه، فما زقش الميركوري قوي، زقوا ايه؟ حته صغيره. لكن في حاله الووتر هيقدر عليها. ليه؟ عشان الووتر خفيفه. عشان الووتر ايه؟ خفيفه، الدنسيتي بتاعتها خفيفه. فهيقدر ايه؟ يعليها الناحيه الثانيه لهايت عالي شويه. يعني ممكن ينزل الووتر كده. يعني ممكن ينزل الووتر بدل ما هو كان هنا ينزل بقى هنا. فالووتر تطلع الناحيه الثانيه ايه؟ تطلع مثلا على الارتفاع ده كده. فالهايت اقدر ايه؟ اقدر احدد الهايت بتاعي ايه؟ اقدر احدد الهايت بتاعي بوضوح. تمام. بحيث ان انا عندي ان الدنستي بتاعه الووتر اقل من الدنستي بتاعه الميركوري، فتقدر تطلع لارتفاع كبير اقدر انا ايه، طبعا مش كبير قوي، يعني مش هتتنطر بره الانبوبه ولا تخش جوه الجهاز، لا هتقدر تطلع بارتفاع يعني مناسب، بحيث اقدر احدد الايه، اقدر احدد البريشر واقدر احدد الهايت اكيوريتلي يعني بدقه. تمام. ناخد اكزامبل بسيط كده. ده اكزامبل بسيط كان في تيست يور سيلف، جايب لي الهايت هنا، الهايت بتاع الميركوري هنا ب 4 سنتيمتر. طبعا ده ميركوري، كل ده ميركوري على فكره، يعني كل ده ايه نفس السعر، بس بيقول لي هنا الهايت ديفرنس ب 4 سنتيمتر. طيب تعالى كده واحده واحده، مين اللي بيأثر هنا عندي؟ الاتموسفيريك بريشر، ومين كمان؟ البريشر بتاع الايه؟ كل من ده. يبقى انا عندي التو بوينتس دول في نفس الهوريزونتال بلين، يبقى البريشر هنا بيساوي ايه؟ البريشر هنا. نفس الطريقه اللي احنا ايه؟ بنشتغل بيها. البريشر هنا مين؟ البريشر بتاع الجاز. والبريشر هنا مين؟ عند النقطه دي، البريشر بتاع الاتموسفيريك بلس الروجي اتش هنا. يبقى البي ايه؟ بلس ايه؟ بلس البريشر اللي هو ايه؟ الرو
جي اتش. بس حاسب هنا كده كده مديك اليونت اصلا بتاعت الاتموسفيريك بريشر بالسنتيمتر اتش جي، والسائل ده ميركري، فبالتالي مش هستخدم بقى جي اتش، هستخدم اليونت على طول بتاعت السنتيمتر اتش جي اللي هو الفور على طول. يبقى البي بتاع الجهاز هنا هيساوي مين؟ الاتموسفيريك بريشر اللي هو مديهولي على طول ب 76 سنتيمتر اتش جي بلس الهايت ده، وده كده كده اصلا ميركري اصلا، فهنا على طول مش هحاول بقى حاجه، الفور دي هتنزل زي ما هي 4 سنتيمتر اتش جي. يبقى مش هستخدم ده بقى، هستخدم الاتش الهايت على طول، على اساس ان البي هنا بيدولي ايه بالسنتيمتر اتش جي. 76 بلس 4 بكام؟ ب 80. بس 80 ايه بقى اليونت هنا؟ سنتيمتر اتش جي. حد بقى يتلخبط ويغلط ويختار لي دي على طول، لا هنا جايب لي اليونتس هنا بالتور. طيب فاكرين التحويلات؟ انا عامل يا جماعه فيديو للتحويلات اليونتس بتاعت البريشر، فيديو لوحده حاطه في لينك تحت. لو نسيت احطه حط لي بس كومنت بحيث ايه احط لكم اللينك تحت الفيديو. طيب يبقى هنا هحول بقى ايه من سنتيمتر اتش جي لتور. واحنا فاكرين ال 76 سنتيمتر اتش جي دي حاجات ثوابت عندي، كانت ايكوال كام تور؟ كانت ايكوال 760 تور، صح؟ ده في الحاله العاديه. طيب انا هنا معايا كام سنتيمتر اتش جي؟ معايا 80 سنتيمتر اتش جي. هيبقى كام تور بقى؟ دي اللي انا عايزها، صح؟ من حتى ايه؟ اعملها بالاكس كده. دي اللي انا عايزها، فاعمل ايه؟ هعمل كروس مالتيبليكيشن عادي. يبقى الاكس اللي انا عايزها بالتور دي هيساوي كام؟ هيساوي دي مالتبلاي دي ديفايد دي، يبقى 760 مالتبلاي 80 ديفايد 76 ايكوالز كام؟ دي هتروح مع دي هتبقى 10 مالتبلاي 80 ايكوال 800 تور. 800 تور اللي هي كام؟ اللي هي رقم 6. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويا رب تكونوا دايما باحسن حال. اتمنى بقى اللي استفاد من الفيديو يعمل له شير على قد ما يقدر بحيث كل الطلبه تستفيد. والسلام عليكم ورحمه الله.